زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين: لما فرغ المصنف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى من تليم المولود بعنيزة في القصيم في 12 من محرم عام 1307 من الهجرة النبوية، ويجتهد في السجود في الدعاء رجاء الإجابة، لما روى أبو داود رضي الله عنه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وقول صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق وجدير، رواه مسلم. وله أن يدعو بالأدعية التي يريدها من خيري الدنيا والآخرة،